منين يخسر عليك على الستة تاع العشية راه مع صحابو الكاس يدور ويديروا حكومة يقلعوا حكومة ويقضوا على الناس. هذه لازم نقضيوا عليها جماعة. دولتنا أقوى من هذا الشيء. اليوم نشوف جريدة وشفتوها أنتوما في الصفحة الأولى ألايين لحية لحشمة كأنهم ينتموا إلى شعب آخر إلى دولة أخرى، يوريك لي زيطاجير فارغين وقال أكي بروفيت لي بينوري. واش الجزائر وصلت لي زيطاجير فيت؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. الانتقاد البناء مرحبا به، حنا النادي والشعب والمواطن والإطارات باش ينتقدوا الانتقاد البناء باش نصلح أوضاعنا. أما باش نقضي على المعنويات تاع الجزائريات والجزائريين اللي في كل القطاعات، أنا نقول الأطباء تاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها ماهيش باش بروفوكاري سي دون سونس دو بوال. اليوم الأطباء تاعنا اللي راهم لاجئين في أوروبا يعتبروهم أنهم من الأحسن والأفضل. إذن رفعوا رؤوسنا شوية، واش حنا كاع لا شيء ولا واش في الدنيا هذه؟ نتأثروا صح، ولكن نأثروا حنا ثاني. عندنا منظومة نحترمها، أدت ما عليها، نصلحها باش يفوت المرحلة الأخرى. اليوم ناسيين، شوف المقارنة يجيبوا لك غير وبعض الجرائد يحوسوا غير على النقطة السوداء، ولو يكتبها جريدة اللي عندها صفحة في دولة من الدول يخرجوها كمعيار كمقياس. المنظومة الصحية تاعنا والرجال اللي خدموا في الصحة، وما ننساش ناس كيما شولي كيما بروفيسور شولي كيما جماعة أخرى، ما ننساهمش. وصلوا، شوفوا المؤشرات اللي تخليك تتنفس أحسن وتخليك تفتخر بوطنك. أيام الاستقلال في 62 63 كان ليسبيرونس دو في 54 سنة. حنا ودولة أخرى حنا تقدمنا. اليوم ليسبيرونس دو في pour les femmes elle est de 78 ans et pour les hommes elle est de 76. شوف من 54 76 78 ولا واحد يذكرها. بينما ناس اخرين اللي استقلوا قبلنا مازالوا يتراوحوا في ليسبيرونس دو في 54 ولا واحد يقولها. هذا معناه باللي المنظومه الصحيه نتاعنا والمستوى المعيشي والمستوى يعني نتاع الجزائريين يعني فرق كبير من بداية الاستقلال إلى يومنا هذا. حتى السكن يأثر والتغذية تأثر والكذا تأثر. ما الشيء اللي بغيت نقول لكم، ماناش الأحسن ولا الأفضل في العالم، ولكن ماناش حنا تاني الحتلة تاع العالم. حنا عندنا مميزاتنا، عندنا نقاط قوة وعندنا نقاط ضعف. طبعا ننميو نقاط الضعف تاعنا ونزيد نحافظوا على نقاط القوه تاعنا. واش اللي يجي يكسر قال المنظومه هذه ما تسواش، قال هذه ما تسواش. صرا لنا كي الغراب جيت مشى مشيت الحمام تلف مشيته. اتفق معاكم اليوم مجهودات كبيره مبذوله. ما عندناش المشكل في الجزائر، المشكل في مش الا في القطاع الطبي، كل القطاعات هي الصيانة. اتفق معكم نبني مرافق يعني تقام عشرات الملايير تلقاها 10 سنين بعد 5 سنين من بعد يعني في حالة يرثى لها، ما كانش صيانة. عندنا دي رياكتور نوكليير بالنسبة لا لوت انتي كونسير، عندنا 7 ولا 8 ومازال نديرو ان شاء الله تاع الجلفام يكون اكبر منهم كل باش يكون جهوي، ولكن الصيانة ما كانش، التكوين ما كانش إلى آخره.
ودائما دائما علاش المنظومه الصحيه نتاعنا طموح نتاع الاطباء والطموح نتاع المسيرين يختاروا دائما ما هو احسن في العالم. هذاك علاش خلى التجهيزات نتاعنا من التجهيزات المخيره في العالم. اذا انا ماشي معاكم ان شاء الله في التوصيات نتاعكم ان شاء الله معا نرفع من مستوى قطاع الصحه نتاعنا ونتكفل بالركيزه الاساسيه والثروه الاساسيه للجزائر اللي هي الرجل والمراه.